القضية المعروضة علينا كما تلاحظون هي قضية كتعلق بالسرقة بالخطف، هذا في إطار العمليات اللي كتقوم بها الشرطة في محاربة الجريمة وبصفة خاصة السرقات التي ترتكب بالشارع العام والتي تؤثر سلبا على نفسية المواطنين الذي فقد تجندت هذه الفرقة لمحاربة هذه الظاهرة، سيما بعد تسجيل عدة شكايات في الآونة الأخيرة تتعلق بالسرقة بالخطف يقترفها شخص واحد في حق النساء اللواتي يحملن حقائب يدوية وسلاسل عنقية وهواتف نقالة. هذا الشخص يسوق دراجة نارية نوع سوينغ سوداء، يضع خودة على رأسه وحقيبة ظهرية على حقيبة ظهرية كي يوهم بأنه متجه إلى عمل أو ورشة أو ما شابه ذلك، فيباغت ضحيته ويقوم بخطف الحقيبة. هذا الشخص من خلال التحريات بقينا كنجمعوا في المعلومات اللي كتعلق به من خلال الأوصاف والعلامات المميزة واللون إلى آخره حتى توصلنا للقب ديالو. من بعد توصلنا للقب ديالو بقينا هذه مدة ديال حوالي 4 أشهر أو 3 أشهر وحنا كنقوموا بالتحريات حتى توصلنا للهويه الكامله ديالو. من الهويه ديالو حاولنا نتوصلوا للصوره الشخصيه ديالو اللي عرضنا على دوك الضحايا اللي كنا كنستدعوهم لتعرفوا عليه بتلقائيه. من بعد بقت عمليه الايقاف ديالو اللي خصها واحد استراتيجيه وخصها مراقبه سريه الى اخره، وفعلا بقى هذا السيد كينتقل من مكان الى اخر الى ان تم ضبطه صبيحه امس، وجرينا معه تفتيش بالمنزل ديالو اللي كائن بحي مولاي رشيد، وتم العثور كما ترون على حقائب يدوية خاصة بالنساء وحافظة نقود، مما يبين أن ضحاياه جلهم من النساء. ومن خلال البحث معه اعترفوا باقترافه العديد من السرقات، وبناء على الشكايات المسجلة عندنا تصدعين هذوك الضحايا لأغلبهم كما قلت من النساء، وتعرفوا عليه مباشرة وبتلقائية كبيرة. لحد الساعة وصلنا لحوالي 30 أو 31 شكاية، وباقي الناس اللي مستدعين باقي ما تقدمش أمام هذه المصلحة، والبحث سيتبع مع المعني بالأمر وإحالة علمية بالأمر.